وننتقل من محمد محروس إلى الزميلة ميرنا عادل أيضا. وميرنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تستمر فعالياته في الدورة 52 والذي يستمر حتى يوم 15 من يوليو الجاري. في متابعة لهذه الفعاليات بتنضم إلينا كما ذكرنا لحضراتكم الزميلة ميرنا عادل، تطلعنا على التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمعرض وفعالياته. ميرنا أهلا بك، ماذا في التفاصيل والمعلومات لديك؟ هل من فعاليات جديدة؟ يعني يبدو أنه النسخة 52 من المعرض بها الكثير من الفعاليات، رغم أنه منها افتراضي أيضا، لكن أيضا على أرض الواقع في الكثير من الفعاليات. اهلا بك ايمان، اهلا بكل مشاهدي شاشه اكسترا نيوز. بالفعل على مدار 13 يوما حتى الان شهد هذا المعرض نجاحا كبيرا رغم ظروف كورونا التي اوقفت العديد من الفعاليات الثقافيه حول العالم، ولكن نجد هذا المعرض الذي يقام في دورته 52 يحقق نجاحا بالغا ويطلق منصته للمره الاولى. هذه المنصه التي ايضا شهدت نجاحا واقبالا كثيفا من قبل المواطنين للمشاركه في مختلف الفعاليات بشكل افتراضي، وأيضا التعرف على مختلف أروقة هذا المعرض. وقد نجح هذا المعرض خلال الأيام القليلة الماضية أيضا أن يكون أكبر تجمع فعلي للناشرين رغم جائحة كورونا حول العالم، ليضم أكثر من 1218 ناشر من 25 دولة. ربما لمزيد من التفاصيل عن هذا النجاح الذي حققه هذا المعرض خلال الأيام السابقة، يسعدنا أن يكون معنا دكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. أهلا وسهلا بك على شاشة أكسترا نيوز. وبداية حدثنا، كيف ترصد هذا النجاح الذي حققه هذا المعرض في هذه الدورة 52 حتى الآن رغم ظروف جائحة كورونا؟ هذه الدورة متميزة بالفعل، هناك الكثير من عوامل النجاح التي وفرت لهذه الدورة هذا التميز وهذه الريادة. في الحقيقة نحن الآن في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وهو شريك استراتيجي لإدارة المعرض. مركز مصر للمؤتمرات والمعارض وفر كل الإمكانيات اللازمة من أجل أن تخرج هذه الدورة بما يليق باسم مصر وبما حقق الريادة المصرية ثقافيا في ظل جائحة كورونا التي ما زال العالم حتى الآن يعاني منها، وخصوصا أن المعارض العالمية الكثير منها ألغي، الكثير منها تم تأجيله، الكثير منها لم يتم إقامته بالشكل الفعلي والواقعي المكتمل. ليأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب حدثا ثقافيا عالميا بارزا حقق أو أكد الريادة الثقافية المصرية من ناحية، وأكد أيضا على أن الوعي الثقافي لدى عموم المصريين ما زال قويا وما زال بخير. كما أشرت، أكبر عدد من التجمع للناشرين فعليا على أرض الواقع منذ بدء جائحة كورونا على مستوى العالم. أيضا هناك معرض افتراضي إلى جوار هذا المعرض الذي نقف فيه الآن، هذا المعرض تجاوز عدد زواره افتراضيا 1 مليون زائر حتى الآن، الأرقام واضحة في هذا الشأن. هذا المعرض الافتراضي يتماس مع سياسة الدولة المصرية في التحول الرقمي وإلى تقديم الخدمات الثقافية رقميا، لكن لابد أيضا من الإشارة إلى العديد من العوامل الأخرى. هناك شركاء للنجاح، شركاء للنجاح تضافر كافة جهود الدولة المصرية متمثلة في العديد من قطاعاتها حتى لا أنسى أحدا، لكن في النهاية هذا معرض كما قلت وأؤكد يليق بالريادة الثقافية المصرية. نحن أمام حدث من المنتظر أن يغير خارطة المعارض الدولية مرة أخرى بعد جائحة كورونا، وأن يعيد نظر الدول الأخرى في إقامة المعارض على مستوى الواقع، لأنه توفرت فيه كل إجراءات العوامل الاحترازية بما يتناسب مع الوضع الوبائي العالمي. كما ترين هناك الجمهور الملتزم بالإجراءات الاحترازية، المسافات بين أروقة المعرض، عدد الجمهور، توفير كل وسائل السلامة الصحية من مطهرات وغيرها وفرتها وزارة الصحة وكذلك مركز مصر للمؤتمرات والمعارض. إذن نحن أمام حدث فريد ومتميز وليس استثنائي فحسب.
بالتأكيد أيضا من أهم الأشياء التي ساعدت على أن تتم هذه العملية وأن يكون هناك هذا الالتزام من جانب الإجراءات الاحترازية هو حجز التذاكر عبر المنصة وعبر الموقع الإلكتروني، فيتم حساب عدد الداخلين إلى كل قاعة ويتم تنظيم هذا الأمر. حدثنا عن هذه المنظومة التي تتم لأول مرة من خلال الحجز الإلكتروني لتذاكر معارض الكتاب. هي بالفعل خطوة متميزة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب أن يتم حجز تذاكر دخول المعرض إلكترونيا وبشكل مجاني في هذه الدورة، مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وتمر بها البلاد. هناك حجز إلكتروني لكل فرد 4 تذاكر وفق رقم هاتفه، وبالتالي هناك تسهيل للدخول وتسهيل للإجراءات التي تتم على بوابات الدخول. ثم بعد ذلك نجد في صالات المعرض الأربع كل صالة لديها كاميرات رقمية، هذه الكاميرات تمارس عدد الزائرين في داخل كل صالة، حتى إذا وصلت أي صالة إلى الرقم الأقصى للاستيعاب يتم إغلاق الصالة حتى يتم خروج الزائرين وإدخال زائرين جدد مرة أخرى بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية. كما أن هذه الكاميرات لديها شاشات عرض داخل القاعات تعرف الجمهور السعة الموجودة في كل صالة من الصالات، وعلى الرغم من التواجد الكثيف للجمهور الذي يعني أمس وأول أمس نحن تجاوزنا 100,000 بكثير، إلا أنك لا تشعرين أبداً بهذا التزاحم والتدافع نظراً للعملية التنظيمية التي قدمت هنا. أكيد، وبما أننا الآن نتواجد في الجناح الخاص للهيئة المصرية لعمل الكتاب، قدمت الهيئة مبادرة مع وزارة الثقافة بطرح الكتب بأسعار تنافسية للغاية، وخلال فترة تواجدنا هنا وخلال الأيام السابقة لاحظنا وجود توافد كبير من المواطنين وإقبال على شراء هذه الكتب التي تقدم إليهم بأسعار تنافسية بداية من 1 جنيه حتى 20 جنيه. حدثنا عن هذه المبادرة وإقبال المواطنين عليها والهدف الذي أطلقت لأجله. بالفعل هذه المبادرة قدمت في اليوم الافتتاحي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وافتتحها معالي دولة رئيس الوزراء ومعالي السيدة الوزيرة دكتورة إيناس عبد الدايم، ليكون هناك مبادرة ثقافتك كتابك. سعر الكتاب فيها يتراوح من 1 جنيه إلى 20 جنيه، ليست فقط مقتصرة على دور النشر الحكومية أو الجهات الحكومية الناشرة، وإنما أيضا دور النشر الخاصة عددها 14 دار نشر خاصة. ومن اللافت أن الكثير من دور النشر أبدت رغبتها في الانضمام إلى هذه المبادرة بعد انتهاء المعرض. هذه المبادرة ليست قاصرة على معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإنما ستمتد ما بعد المعرض، توفر إصدارات رخيصة الثمن وأيضا إصدارات حديثة أيضا وليست كلها إصدارات قديمة، وذلك تشجيعا لصناعة النشر التي مرت بأزمة في إثر جائحة كورونا خلال العام ونصف الماضيين. لابد أيضا من الإشارة أن هذه المبادرة بيعت في خلالها عدد النسخ، لو تحدثت عن الهيئة المصرية لعمل الكتاب 62,000 نسخة كتاب في هذه المبادرة تم بيعها، أيضا الهيئة العامة لقصور الثقافة تجاوزت 26,000 نسخة كتاب. هذه أرقام لافتة، نحن نتحدث عن أعداد نسخ ولا نتحدث عن أرقام مبيعات فقط. من اللافت أيضا في هذه الدورة أن الهوية المصرية والشخصية المصرية هي ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب. حرص معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام أن يكون طابع الأروقة هو طابع مصري قديم كما ترين، تأكيدا على أن الهوية المصرية وترسيخا لها في نفوس الزائرين وبخاصة في نفوس الشباب والناشئة والأطفال. تأكيد ربما هي ساعات قليلة حتى يتم الإعلان عن الفائزين في جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها 52، إذن حدثنا عن كواليس هذا الإعلان وعن هذه الجوائز والشروط التي خضع لها كل المتقدمين لهذه الجوائز. بالفعل هناك العديد من فروع جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية من الأدب والمسرح والترجمة والفنون وتشجيعا للمؤلفين في الكتاب الأول إلى غيرها من الفروع المعلنة. شكل لكل فرع من اللجنة عدد من المتخصصين البارزين في تخصصهم، وتعرضت الأعمال التي قدمت أو خضعت الأعمال التي قدمت لعملية تحكيم دقيقة
اليوم إن شاء الله نهاية اليوم بدأ من الساعة 6 سيتم الإعلان عن الفائزين بحضور معالي وزيرة الثقافة وبحضور لجان التحكيم أيضا والفائزين. اللافت أن هناك عدد كبير من الذين تقدموا إلى جائزة المعرض، مما يؤكد أن هذه الجائزة تنال تقدير لدى الجميع وتنال اعتزاز، وفي كل عام تترسخ قيمتها. أكيد وجدنا أيضا خلال فترة تواجدنا هنا داخل المعرض التكتف ما بين العديد من الجهات والوزارات، هناك تكتف مع وزارة الصحة أيضا، وزارة الشباب والرياضة التي تفعت بمتطوعيها في مختلف أروقة هذا المعرض. حدثنا عن هذا التكاتف وهذه يعني الجهود المشتركة للوصول بهذا المعرض لهذا النجاح. كما أشرت في بداية المداخلة هناك العديد من شركاء النجاح، لا أريد أن أنسى أحدا، لكن لوزارة الصحة دور بارز، لوزارة الشباب فريق المتطوعين الذين يسهمون هذه الدورة وهم متواجدون دوما معنا في الدورات السابقة من أجل التوعية والإرشاد ومن أجل الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتسهيل الدخول للجمهور. أيضا لابد من الإشارة إلى الشكر وإلى كل القطاعات الحكومية المشاركة في صالة العرض والتي تقدم تصورا لطبيعة الثقافة المصرية بكافة أشكالها وتنوعاتها، بدءاً من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. أيضا الشكر متصل لوزارة الداخلية على التأمين الذي يلقى المعرض، أيضا الكثير والكثير من شركاء النجاح، لا أريد أن أنسى أحدا، لكن هناك تضافر صادق من كافة أجهزة الدولة. هيئة النقل العام التي وفرت مواصلات هذا العام، لا يمكن لأحد أن يقول أن هناك مشكلة في الوصول إلى أرض المعرض، لم نسمع إلى أي شكوى. هناك الكثير من الأمور اللوجستية التي قدمت من كافة قطاعات الدولة المصرية. نحن أمام معرض يليق باسم مصر. بالتأكيد، شكرا جزيلا دكتور أحمد، نورتنا على شاشة أكسترا نيوز. إذن مشاهدينا، النجاح مستمر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهذه المرة النجاح مبشر والنجاح مبهر لكل العالم في الدورة 52. وبهذا النجاح وهذه الأخبار الرائعة أرجع إليك مرة أخرى في استوديو إيمان. طبعا بشكرك على كل المعلومات دي وعلى هذه التفاصيل، وطبعا الشكر موصول لضيفك الكريم. لكن عندي سؤال أخير قبل ما أختم معك، على مشاهداتك حول الإقبال من قبل فئات معينة. يعني نعلم أنه الإقبال كبير وكان واضح في حديثك مع الضيف، لكن حتى الناشرين تعلمين أكيد أنه هناك أكثر من 2200 ناشر معظمهم من الشباب مرنة. كيف بترصدين لنا الفئات العمرية المختلفة اللي كانت مقبلة بدرجة أكبر على المعرض؟ شباب، امرأة، كبار، أطفال، كيف من الممكن أن ترصدينه لنا؟ حقيقة الإقبال متفاوت ما بين الفئات المتفاوتة. نجد بداية القاعات الخاصة بالأطفال هي الأكثر إقبالا على الإطلاق. هذه القاعات التي تضم العديد من الكتب، العديد من المجلات التي يقبل عليها الأطفال، فهذا الجناح له إقباله الشديد ويعد من أكثر الأجنحة إقبالا. وأيضا هناك مشاركة كبيرة جدا من قبل الشباب، وخاصة مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة بعنوان ثقافة كتابك كما ذكرنا، شجعت العديد من الشباب للمجيء إلى هذا المعرض وشراء هذه الكتب التي تتوافر الآن بأسعار تنافسية. وأيضا نجد الكبار من الرجال والسيدات، ولو أن يعني الرجال والسيدات النسبة تعتبر متقاربة كما رصدناها على مدى أيام تواجدنا، فهذا التنوع في عدد الناشرين وفي فئاتهم وثقافاتهم المختلفة خلق أيضا التنوع عند المقبلين زيارة هذا المعرض. صحيح. أشكرك جزيل الشكر ميرنا عادل، مراسلة أكسترا نيوز من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. شكرا على كل هذه المعلومات.